أطلقت مدينة الإنتاج الإعلامي مركزاً للخدمات الإعلامية في قلب القاهرة، يضم المركز العديد من الاستوديوهات التي يمكن استخدامها في أعمال متنوعة وتتوفر بها جميع الخدمات الإنتاجية. أطلقت مدينة الإنتاج الإعلامي مركزاً للخدمات الإعلامية. يقع المركز في قلب القاهرة ويتميز بأفضل إطلالة على النيل وبرج القاهرة وأفضل لاندسكيب في مصر. يضم المركز العديد من الاستوديوهات في ثلاثة مواقع رائعة: العجوزة، جاردن سيتي، ماسبيرو. يمكن استخدام هذه الاستوديوهات في أعمال متنوعة وتتوافر بها جميع الخدمات الإنتاجية من كاميرات 4K HD كرين Good morning from Egypt. Actually, the most amazing place or view you can ever see. أنظمة إضاءة متنوعة لجميع الأغراض. البانوراما الخلفية للاستوديوهات تعطي إطلالة مباشرة لنقل نبض الشارع في القاهرة. يتوافر كذلك استوديوهات للتصوير بالكروما ومجهزة بغرف تحكم واستوديوهات للتسجيل الصوتي، إضاءة، جرافيك وغرف أخبار. كل مقر مجهز بقاعة استقبال وصالون وغرف اجتماعات، جميعها مغطى بخدمة الواي فاي. So you're enjoying here, هنا في القاهرة. 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع ننقل لكم أحداث متلاحقة ومواضيع مختلفة من الشارع المصري من هنا القاهرة. يتوافر بهذه الاستوديوهات فريق ضخم من المتخصصين يعمل على مدار الساعة.